ذليل حزين مصرف الطرف نادم أعظم نجاة في ذنبي قد تعاظم قدره وأنت بما أشكوه يا رب عالم وأنت آخر واحد يطلع من النار ويدخل الجنة اللي لما البني آدم ده يطلع يوم الموت يذبح بين الجنة والنار. النبي صلى الله عليه وسلم قال قال إذا كان أهل النار في النار وأهل الجنة في الجنة يؤتى بالموت ككبش أملح فيذبح بين الجنة والنار ثم يقال يا أهل النار خلود لا موت بعد اليوم ويا أهل الجنة خلود لا موت بعد اليوم. وأنت الضروف بالعباد مهيمن حليم أجل ما الموت يذبح ككبش آخر واحد يطلع من النار. النجاة يقول يا رب أخرجني منها. النجاة قد قشبني ريحها النار وأحرقني ذكاؤها النار اتشوى يعني فقول يا رب طلعني منها النار. فيقول الله عز وجل له عبدي ألا إن أخرجتك تعاهدني على ألا تسألني عن شيء بعد ذلك؟ قال إي وعزتك. بس خرجني منها. فلما خرج منها لو الشمس فوق دماغه هيتكتك بالبرد. عذاب النار ده جهنم. أول ما طلع منها التفت إليها وقال تبارك الذي نجاني منك لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحدا من العالمين. النجاة أنت أحلاني أنا إن كنت مناني وإن أذنبت رجاني. وبعدين رفعت له شجرة وتحتها مية وسمع صوت المية وانت عارف حلم أهل جهنم نقطة مية أن أفيضوا علينا من الماء لأن المية بتاعتهم الأكل بتاعهم غسلين ما تقوليش جبنة حادقة ولا الكلام ها غسلين يعني بيشرب بياكل الغسلين وحيموت من العطش شوية مية شوية مية. قال تعالى وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم هذه المية اللي بيشربوها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه يشوي الوجوه. ده طالع بقى من جهنم ولقى شجرة تعرف الشجرة طلعت هي كنت تحتها ظل وبتاع وريح كده وبردة وبعدين مية كمان. قال رب أدنني من هذه الشجرة فلأستظل بظلها وأشرب من مائها. قال ما أغدرك يا ابن آدم أولم تعاهدني على ألا تسألني عن شيء بعد ذلك. وربه يحذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه فيقول له لئن أدنيتك من هذه الشجرة تعاهدني على ألا تسألني عن شيء بعد ذلك قل إي وعزتك أعاهدك. قام جايبه تحت الشجرة فرفعت له شجرة هي أحسن من هذه. فقال ربي أدنيني من هذه الشجرة فلأستظل بظلها وأشرب من مائها. قال ما أغدرك يا ابن آدم أولم تعاهدني على ألا تسألني عن شيء بعد ذلك. وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه. الجنة. قال لئن أدنيتك منها تعاهدني على ألا تسألني عن شيء بعد ذلك يقول إيه وعزتي يقول إيه وعزتي. فيجيبه تحت الشجرة الإيه التانية دي. أول ما قعد تحت الشجرة التانية قامت أبواب الجنة متفتح. الجنة. شاف بقى ايه اخوانا على سرر متقابلين فشافهم بيضحكوا كده وهو قاعد لوحده عايز ينطق بس خلف مرتين وكل مره يقول له ايه وعزتك عمري ما هقولها ده وهحطه باي طلب. فغلبه ما يجد فقال ربي ادخلني الجنه فقال ما اغدرك يا ابن ادم اولم تعاهدني على الا تسالني عن شيء بعد ذلك. وربه يحذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه. قال ادخل الجنة ولك مثل الدنيا. الرجل ما صدقش ودان مثل الدنيا فمش مصدق ودان تعرف قال لربنا ايه؟ قال
قال أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال للصحابة ألا تسألوني مما ضحكت؟ فقالوا مما ضحكت يا رسول الله؟ قال من ضحك رب العزة. لما قال له أتستهزئ بي وأنت رب العالمين قال فضحك الله عز وجل وقال أما إني لا أستهزئ بك ولكني على ما أشاء قادر أدخل الجنة ولك عشر أمثالهم. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. سأظل أقرع باب ربي علّه يعفو عن الزلات والعترات. إني لملتزم بأعتاب الرجا والخوف يسبقني إلى الخلا.